مقدمين النهارده والاول مره في معرض في مصر، مقدمين نموذج لقاطره مساعد هاي كاستوس بتصنعها في ترسانه بورسعيد بقوه شد 70 طن. احنا مقدمين لها نموذج حي لايف، احنا اللي مصنعينه، شغل كله هاند ميد، ما فيش استيراد من بره، ودي الاول مره تحصل في معرض، واحنا ان شاء الله عايزين تبقى بدايه خير ان شاء الله، ونبدا نطور المعارض كلها بالنظام ده اللي هو يكون كلها حاجات لايف، حاجات بتمشي وبتحرك بريموت اللي هي فيه عاملين فيه الفاير فايتنج بتاعه بحيث اللي حكي الواقع، والشركات تيجي تتفرج. لو عايز تشتري المنتج ده نبدا نصنعه للشركات التانيه، نبدا نتطور، نبدا نطلع بره شركات بره مصر. ان شاء الله الموضوع ده هيحقق فوائد كتير جدا جدا، لان النماذج الثابته مكانها او المونيتور الشاشه ما بتحققش الواقع في النفس قوي، لان عكس النماذج دي الناس كلها بتحبها والناس كلها بتيجي تتفرج عليها وتبقى عايزه مزيد منها. فان شاء الله الفتره اللي جايه هنبدا نصنع النماذج من دي كتير جدا، ودي او فعلا بقول اول مره في مصر، مفيش حد بيصنع النماذج دي في مصر نهائي. الحاجات دي كلها ممكن تيجي من بره جاهزه، لكن احنا في مصر ما صنعهاش، فاحنا ان شاء الله بدانا نصنع فيها، وده اول نموذج وانا مصنعه باذن الله الحمد لله.